مخابرات. ان شاء الله النهارده جايين عشان في تكريم في هذا المهرجان، يعني بتاع مهرجان نيل دراما عن مسلسل الخروج. مسلسل الخروج اتذاع السنه اللي فاتت من اخراج معمد العدل وتاليف محمد الصافتي وانتاج شركه ارونا، وكان بطوله ظافر ودور شريف سلام وعلا غانم وسلام محمد علي، مجموعه كبيره جدا من الفنانين. والحقيقه مسلسل الخروج كان يعني لا نجاح كبير الحمد لله. يعني يعني انا بحاول ان انا اختار ادوار يعني بحبها وبحترمها، في امان بحترمها. ده تاني عمل ليا مع مانجو العدل بعد مسلسل حاره اليهود. كل واحد طبعا كل من الواحد بيشارك في عمل كويس بيحس بمسؤوليه ان هو مش عايز يقل، بس احيانا غصبا عننا ده بيحصل. يعني ان شاء الله في حاليا مسلسل اختيار اجباري تأليف مخرج تونسي مجد السميري وإخراجه وتأليف حازم عزبي، فإن شاء الله ده هيزعك ما فيش يعني بعد أسبوعين تقريبا يناير القادم. المسلسل بطولة خالد سليم ومي سليم و فراس و كريم فهمي واحمد زاهر وصلاح محمد علي، مجموعه كبيره قوي. انا مش من النوع اللي بيقول يا رب السنه الجايه تبقى احسن والحاجات دي، كل سنه ليها سلبياتها وليها ايجابياتها. ف يعني من السنه اللي فاتت شفنا تطور في الدراما المصريه وده حلو قوي، التلفزيونيه بالتحديد. يعني شفنا بعض الافلام الكويسه المصريه زي نياره وغيرها، وفيلم كامل ابو ذكري الاخير يوم للستات، وطبعا الاحداث بقى اللي يعني فقدان الناس الفنانين الكبار اللي بنفقدهم، بس دي سنه الحياه. يعني السينما لا لسه يعني مشاريع على الهوا كده لسه. كل سنة طيبين وإن شاء الله 2017 يبقى عام جميل على الجميع، وإن شاء الله إحنا كفنانين نقدر يعني نعمل أعمال تليق بالناس في مصر. يعني خبرات أقوى موقع فني في مصر.